السلام عليكم. موقع اسمه جلاس اي اي. المنتج دوت غير مخصص للاستخدام من قبل افراد الجمهور للتشخيص الطبي او لغرض اخرى. ما ينفعش حد يعمل حساب عليه او يشتغل عليه غير لما يكون دكتور او مساعد طبيب او ممرض ممارس او صيدلي او اطباء في التدريب. اللي هو بيستخدم ال ال ام لارج لانجويج موديل للتدريب، وعشان يبقى عنده قاعدة بيانات يقدر ان هو يستنتج ايه الامراض اللي موجودة او محتمل انها تكون موجودة. فهو الموقع مش معمول للنصائح الطبية، تمام؟ محدش يعمل حساب عليه وهو مش دكتور، لان ده ضرر كتير جدا. يعني تخيل واحد مثلا مش محامي او مش قاضي وبيسأل الذكاء الصناعي على حاجة وبيصدر من خلال حكم. فلازم اللي يستخدم الموقع جلاس اي اي يكون دكتور او صيدلي او ممارس، او يعني فاهم المصطلحات وفاهم ازاي يستخدمها. فهو المفروض ان الموقع بيقول ان هو ما بيشاركش المعلومات اللي موجودة، يعني حد دخل اي معلومات طبية هو ما بيشاركهاش مع الناس تانية، هو مجرد بس بيستنتج النمط في تشخيص المشكلة. هو بيعد ميزة تجريبية قيد التطوير لمنصة جلاست اللي بتستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي لصياغة تشخيص تفاضلي أو خطة إكلينيكية بناء على تمثيل مشكلة التشخيص. هو الغرض منه دعم وتقديم توصيات لمقدم الرعاية الصحية حول لقاية من مرض ما أو حالة أو تشخيص أو علاجها. من خلال كمية الداتا ممكن نستنتج إن في مرض أو في وباء منتشر قبل ما الطرق الطبيعية تكتشف الموضوع دوت.